عمرو بن العاص. عمرو بن العاص معروف مين هو ومعروف شدة زكاة، وهو واحد من دهاة العرب. يعني عمرو بن العاص يوم اللي أيام الفتوحات الإسلامية كان متوجه بجيشه لمدينة غزة، والله الله يفكهم ويحميهم وياخذهم بعين الرضا رب العالمين بإذن الله أهل غزة وفلسطين والشام وكل المسلمين. آمين. يوم اللي وصل بجيشه اللي مسؤول عن مدينة غزة هو أمير ملك ماني يعني ذاكر، طلب إنه يجي واحد منهم يتفاوض معه، نشوف شو عندكم أنتوا بالشام يعني نحقن دماء. وقام عمرو بن العاص وقت اجتمع هو والقادة اللي معه قال لهم أنا خلوني أنا اللي اتحاور معه لهذا الشخص. وقام راح لعنده قعد ويحاكي لهذا الأمير ولا الملك، انبهر فيه، انبهر بأسلوبه، انبهر بحججه، انبهر بطريقة طرحه للإسلام وكيف الإسلام وكل هذا الشيء. وقام أهداف يعني أعطاه فلوس وأعطاه جارية. عرفني كيف؟ قبل ما يعطيهم سأله سؤال هذا الملك، قال له أنت أزكى واحد باللي جاي؟ عرفني كيف؟ قال له لا أنا أغبى واحد وهن أصلاً بعتوني لأنهم بيستحقروني وقالوا يمكن يقتلك، فقال إحنا بنخلص منك ما لك قيمة يعني عنا. هذا من شوف من فراسة هاي، لأنه حس فيه سؤال خبيث. عرفت كيف؟ قام قال له أعطوه الفلوس وأعطوه الجارية وعطى أمر للحارس اللي برا قال له هو وطالع اقتله ورجع اللي أخذون. بقى في واحد كان من اللي حضرانين الاجتماع مع هذا الملك، عرفت كيف؟ هو من النصارى، هو عربي من النصارى من الغساسنة، وقام أخذته الحمية أو العروبة وقام قرب لعند عمرو بن العاص قال له يا عمر أحسن المخرج كما أحسنت المدخل. عرفني كيف؟ وقام فهم دغري كمان من فراسة عمرو بن العاص إنه في غدرة، في غدر بالموضوع يعني من الأول، يعني حس إنه هاي شوف كيف إمتى ثواني أيوة وقرار المناسب إمتى هو رايح للباب يطلع أبداً، وصل على الباب إيه؟ وقام رد رجع قام له شو اللي رجعك؟ قال له أنا شفت أنك أعطيتني العطية هاي، أنا في إلي 10 من القواد يلي معي قادة الجيش وهنن إخوان وهنن أحسن مني، شو رأيك جيب لك ياهن وتعطيهن نفس ما أعطيتني؟ قام فكر هو بغبائه الملك هاد كن بدل ما خيرك على واحد يكون على 10 أيوة خليني أقتل 10 من خيرتهن ساعتها كسبناهن كسبناها الحرب. فهمت علي كيف؟ وقام عطى أمر أنه خلوه يمشي. القرار يلي هو عمره ثواني يا الله أنجى بحياته. عرفني كيف؟ وفات أرى اللي قدامه عدوه أراه مظبوط، عرف أنه كيف فعلا أنه يدخل عليه من خلال أنه أحسن واحد فيهم بهالغباء هذا، فعلا انتصروا وفتحوا يا هذا. سلام يا أبو سلطان الله يسعدك الله فعلا والله هذه يعني ثواني معدودة أيوه تأخذ كانت القرار بتودي بمستقبل أبدا الصحابي رضي الله عنه كان بيروح خلاص يقول له اقطع عنقه وعطنا المال اللي اعطيناه والجاري ورجع، لكن بثواني معدوده اخذ القرار المناسب على طول، اتخذ القرار وتوكل على الله. ابو ذوق ما